يقول: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم تدوين حديثه في حياة أمنها عن ذلك، حيث إنه قيل إن قريشا منعت أحد المسلمين كتابة عنه بحجة أنه قد يخطئ، وأذكر أني سمعت في المدرسة النبي أمر بحرق كل ما كتب عنه غير القرآن. لا، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاءه بعض مشيخة قريش، شيبان قريش، قالوا له: إنك تكتب عن رسول الله كل شيء، ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، يعني كأنهم يقول لقد لا يرضى بذلك أن تكتب عنه كل شيء. يقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال، فقال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق صلى الله عليه وسلم. فأذن له بالكتابة. ولما جاء أبو شاه بعد في حجة الوداع وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمر ونهى، قال: يا رسول اكتب لي فإني لم أحفظ. فقال: اكتبوا لأبي شاه. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالكتابة أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأمر بها، وإنما أمر لأبي شاه أن يكتب، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج الحق، وأمر بكتابة القرآن الذي هو كتاب الوحي الذين يكتبون القرآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما نهي عن الكتابة فهذا فيه كلام لأهل العلم، والصحيح أنه لا يثبت أن النبي نهى عن الكتابة. حديث أبي سعيد الصحيح والله العالم أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يثبت، والله أعلم.